السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا ده فيديو احنا عاملينه بنحل فيه الهوم وورك بتاع الأسبوع اللي فات. خدنا الأسبوع اللي فات يونيت 1، اشتغلنا زمن ذا باست سيمبل واشتغلنا باست كونتينوس، وخدنا هوم وورك في مجموعات أونلاين. فاحنا بنقابل الحصة الجديدة اللي هي اللايف بتاعت بكرة إن شاء الله، بنزل لك فيديو عشان تتأكد من إجاباتك وتعرف الحل ماشي إزاي. احنا بالشكل ده يا شباب ان شاء الله يعني يبقى النظام بتاعنا متكامل يخليك تقف في المادة. احنا كده كل يوم حد عندنا حصة لايف مع بعض من 8 ل 10، بنشتغل فيها في الحصة والمنصة ونفتح المايك للناس، واللي عنده سؤال بيسأله، والدنيا بتبقى ماشية كويس جدا. وبعد كده في هوم ورك بتاخده، وبعد كده بنعلمه والمساعدين بيتابعوا معاك، وبعد كده في جروب متابعة على التليجرام، اي حد عنده اي استفسار اي سؤال واقف قدامك بتبعته. فان شاء الله مع الالتزام ده ان شاء الله توصل ان انت تقفل الماده. فعايزين نسمي الله يا شباب. طبعا احنا اشتغلنا الاسبوع اللي فات مكتبه جاينز العمالقه، نزل يونت 1 بشكل جميل جدا جدا، واحنا قلنا نحل مع بعض كتير. يلا يا شباب، اول جمله عندي بيقول لي ان 2020، ان 2020 اي سبيس ا نيو هاوس ان ماي فيليج. الناس الشاطره ان وتاريخ ماضي، ده بتدل على الباست سيمبل، يبقى اي بيلت ا نيو هاوس. Once we spaced lunch in this restaurant. برضو once upon a time بيدل على الماضي البسيط، في مرة كده احنا اتغدينا في المطعم ده، يبقى we had. My father always، دي كلمة always ما مش مكتوبة كده، والدي كان دايما. Is best to work by train when he was young. ما تنساش ان كلمة always و usually و sometimes بيجوا مع ال present simple مع المضارع البسيط، بس لو جملة في الماضي والدي كان متعود يبقى went عادة في الماضي. The actor is best to answer any questions. الممثل يجاوب أي سؤال. خلي بالك إن الأكتور ممثل مفرد، مش هينفع don't لأن بتاخد doesn't، ولو كنت عايز أقول never كنت قلت never want، يبقى مش يعني. ينفع wanted وينفع didn't want، بس أنا عندي هنا any، وإني دايما تيجي في النفي يبقى didn't want. When I first knew stories I often included my own feelings and opinions. When I first، لما أنا كنت أول مرة بكتب قصص كنت دايما بحط فيها مشاعري وآرائي. When I first wrote، يبقى ده شباب باست سيمبل. علي always is best to work when he was young، متكررة كتير كلمة هنا always، دائما بتعبر عن عادة في الماضي، يبقى وجد كان بيمشي على طول. خلي بالك لأن أنت لو ما كملتش الجملة هتقول علي always walks، فيها اس المضارعة، إنما هو لما كان صغير يبقى وجد. Yesterday I went to the club and dismissed my friends. طبعا يا جماعة أنا امبارح أول رحت النادي وقابلت ميت على طول. I'd rather، لما جينا شرحنا وقلنا I'd rather، قلنا بيجي بعدها ماضي غير حقيقي، يعني حتى لو جملة بنتكلم في المضارع هجيبها ماضي. أنا كنت أفضل إن أنت you didn't bark، ما ركنتش. Is this did you study English؟ خلي بالك did دي عايزة ماضي بسيط. هل ينفع أسأل بهاو لونج؟ لا، هاو لونج كنت أسأل بالمضارع التام، انما برضو سينس وين هسأل بالمضارع التام، انما هاو لونج اجو منذ متى، كلمه استفهام بيجي بعدها ديد باست سيمبل. His base in Alex for 10 years now he lives in بني سويف. هو عاش في اسكندريه 10 سنين، خلاص خلص دلوقتي راح بني سويف، يبقى هو يا جماعه ليفد لان هو عاش ومشي. عارف لو هو كان لسه عايش كنت قلت هاز ليفد. One of our classroom windows is based yesterday. واحد من شبابيك المدرسة، خلي بالك كلمة واحد دي بيجي بعدها اسم جمع بس الفعل مفرد، يعني هو واحد من شبابيك، ويستر دي ماضي يبقى ووز بروكن اتكسر. Did you go to the party؟ وانت رحت الحفلة؟ قال له نو اي سبيس، لا انا ما كنتش مدعو. ما ينفعش اقول يا جماعة اي didn't invite لان انا لم ادعو. لم ادعو مين؟ ان انا ما كنتش مدعو، اي wasn't invited، ده باسيف مبني مجهول. When I worked as a postman، لما أنا سنة تالتة كنت شغال postman رجل بريد، I spaced up at 3 o'clock every morning، كل يوم الساعة 3 الصبح، I got، عادة في الماضي، I got. They able to come because they were so busy. هما ما يدروش يجوا إن هما كانوا مشغولين في الماضي، وطبعا able to دي لازم يجي قبلها يا جماعة verb to be، لازم يقول هو، يعني مثلا لو في المضارع يقول he is able to، they are able to، طب في الماضي يبقى they were، يبقى زي ويرنت هما ما كانوش able to قادرين. I'd rather، نرجع تاني للماضي الغير حقيقي، I'd rather عايزة بعدها unreal past، ان ندى دي is based her mother at the club يبقى met.
Are you going to tell تقى what happened؟ وانت قلت لتقى ايه اللي حصل؟ ولا would you rather، هل تفضل، برضو نرجع للماضي الغير حقيقي، ان انا told here او لا. طيب ماجد's grandmother، جدة ماجد طبعا، is بيس ill when he visited here yesterday، كانت تبدو مريضة لما هو زارها امبارح. خلي بالك ما تتخدعش ان when جاي بعدها past simple، فاختار past continuous اللي هو was seeming، لان الفيرب سيم يبدو اصلا ما بيجيش مستمر، يبقى سيمد بس. My mom usually is base me stories up before sleep when I was young. برضو usually من الكلمات الدالة على البريزنت سيمبل، على المضارع البسيط لما يكون الجملة مضارع. إنما والدتي usually told me، أخبرتني، لأن هنا عادة في الماضي، هي كانت دايما بتخبرني قصص لما أنا قبل ما أنام وأنا صغير. I wish، نرجع للماضي الغير حقيقي، I wish you، طبعا هي في twisted ماضي بسيط و didn't twist، بس المعنى انا كنت اتمنى ان انت didn't twist، ما كنتش ضيعت وقتك. He until he had cleaned the car well. بصوا يا شباب، كلنا عارفين until بيجي بعدها past perfect الماضي التام، وعايز قبلها الباست سيمبل ماضي بسيط. بس انت هنا مفيش حاجة اسمها طبعا didn't reward، يعني زي جايب didn't وجايب طبعا بعدها ماضي، ف didn't reward، بس هي المعنى اصلا غلط، لان معنى الجمله هو لم يكافئ، هو ما تكافئش، انت عايز باسيف، الا لما العربيه اتنضفت كويس، فهو يا جماعه لم يكافئ، يبقى هي wasn't rewarded. يبقى انا عايز هنا يا شباب، لان until بيجي قبلها نفي وهو لم يكافئ، لان قلت هو ما كافئش، ما كافئش مين؟ ما خلي بالك هنا كلمه reward عايزه مفعول، انما هو لم يكافئ. When he was young يا شباب his base to hospital as a result of an accident، لما كان صغير هو برضه، بص هنا ايه هتنسى تقول، طب ما هو كان صغير هي توك، هو اخد، ما ده الماضي، اخد مين؟ ما لازم يجي بعدها مفعول. فانت لو راجل شاطر، هو لما كان صغير هو اتاخد للمستشفى نتيجه الحادثه، يبقى هو ووز تيكن ماضي بسيط باسف. جمله من الجمل اللي دايما الطلبه تغلط فيها، هاف يو سين علا، هو انت شفت علا؟ قال له يس اي سبيس هير ان اور اجو، ايوه انا شفتها من ساعه فاتت. للاسف يا شباب الطالب دايما مرتبط في دماغه ان زمن السؤال هاف يو سين، يبقى هو يس اي هاف سين، لا هو انت شفت علا؟ قال له اي شفتها ان اور اجو، دي ماضي، يبقى اي سو، يبقى اي ايه يا شباب؟ سو. نكمل مع بعض، جمل كويسه جدا فيها افكار، فيها تشغيل دماغ. when I finished my work، لما خلصت شغلي، I closed my office، يعني قفلت المكتب، and space home، دي بيسموها احداث متلاحقه، يعني انا لما خلصت شغلي قفلت المكتب، and returned، ورجعت البيت. Is base at school when the fire started؟ ده سؤال، هو احنا كنا بنسأل بديت بس لما يكون في مصدر، يعني مثلا did you go did you play، طبعا فيرب تو ما ينفعش، اسأل بوز او وير، فهل انت كنت، يبقى وير يو ده صيغة سؤال، هل انت كنت في المدرسة وقت الحرب. جملة جت تقريبا في ثانوية عامة قبل كده، when نادر was in شرم الشيخ، لما نادر كان في شرم الشيخ his base a lot، كان بياخد حمام شمس كتير، عادة في الماضي يا شباب، هو لما كان في شرم الشيخ هي سان بيست، كان بياخد حمام شمس كتير، سان بيست. وات تايم از بيس ات وين يور فازر ارايف، في ناس ممكن تقول لك يا مستر وات تايم ديد ات، طب فين المصدر يا ابني؟ لا وات تايم ووز ات، هي كان ساعه قد ايه؟ ات ماي هابيت تو هاف كافي ات ذيس كافي وين اي ورك ات زير، ده كان من عادتي ان انا اخد كافي، يبقى ات ووز ماي هابيت، عادتي. The thief، الحرامي، اتقبض عليه and sent to prison، اتقبض عليه was arrested، مبني مجهول and sent. I no longer work in Saudi Arabia، أنا خلاص يا جماعة ما بقتش أشتغل في السعودية. I space there، اشتغلت هناك 10 years، 10 سنين. هو فور تيجي مع المضارع التام خلي بالك، ومع الماضي البسيط، يعني كان ممكن أقول I have worked worked، بس أنا بطلت خلاص مش هشتغل، يبقى أنا worked اشتغلت. طيب هاو لونج اجو، منذ متى، طبعا بتدل على الماضي. هاو لونج اجو ديد يو ستارت، انت بدات ليفينج ان بورسعيد. ا نيو برانش اوف ناشونال بانك اوف ايجيبت، فرع جديد للبنك الوطني المصري او بنك الوطن ناشونال بانك. اتاسس، بص المبني المجهول، نير ماي هاوس لاست مانث، يبقى هو مش هو الاستابليشد، هو ووز استابليشد، اتاسس. ا كلوز فاكتوري، مصنع ملابس، از بيس نير ماي تاون، اتبنى جنب مدينتي لاست مانث، الشهر اللي فات، يبقى ووز بيلت. عادل اتولد، يبقى ووز بورن، عادل اتولد ووز بورن.
Do you know that penicillin؟ وانت تعرف ان البنسلين ده اكتشف in 1928 by the Scottish scientist Alexander Fleming. هل تعرف البنسلين ده was discovered؟ was discovered يعني تم اكتشافه. I'd rather بيجي بعدها ماضي غير حقيقي. I'd rather you visited. اتمنى ان انت كنت زرت باريس حتى next year to visit. We in the حلوان for 5 years. احنا عشنا يا جماعه في حلوان 5 سنين ودلوقتي خلاص تبنيها عايشين في المنصوره. ادام عزلنا يبقى lived. It's time بيجي بعدها ادام في فاعل لان الحته دي تفرق معايا يبقى عايزه ماضي غير حقيقي. It's time they went ده وقت ان هم جم. انما it's time لو جاي على طول يبقى طول مصدر يعني خد بالك من الحته دي. حتى عارف I'd rather انا افضل كنا بنقول اهي يو انت بجيب ماضي بسيط عشان ده ماضي غير حقيقي. عارف لو I'd rather ما فيش يو اجيب المصدر على طول. ف it's time to go. It's time to go. My uncle is based as a shop assistant for 10 years old. عمي اشتغل يا شباب يعني بياع في محل 10 سنين دلوقتي هو شغال في مصنع. بص هو خلص سابها يبقى worked ماضي بسيط. My father traveled والدي سافر لندن 2005. للأسف طلبة كتير لما بتلاقي تاريخ في الامتحان ما بيقراش الجملة يعني اختار سينس. طب ازاي وهنا في ماضي؟ هو سافر لندن ان. Did you visit your friend in hospital؟ زرت صديقك في المستشفى؟ قال له yes I visited him yesterday. كلمة دالة yes I visited. My father always is best to work by train when he was young. جملة متكررة والدي كان دايما went يذهب. Why is best you go to the club yesterday؟ طبعا يعني لو سرعة هتقول why did you بس معنى جملة ليه ما رحتش النادي امبارح يبقى why didn't you. We is based in Alexandria 2 months ago. احنا كنا في اسكندرية من شهرين فاتوا يبقى we were ماضي بسيط we were. يبقى ده شباب جمل بتاعة الباست سيمبل فيديو كده الواجب اللي احنا خدناه. هنعمل فيديو تاني للفرق بين used to عشان دي فيها تريكات جامدة جدا وفيديو للباست كونتينوس عشان تعرف تعلم الواجب وتبقى الدنيا ماشية معاك. فيا رب يا جماعة تستفادوا من الفيديو ده. عايزين التزام عاملين مجموعات اونلاين فيها شغل كويس جدا عشان ربنا يوفقكم. عايزين يا جماعة الناس تستفاد عشان ربنا يكرمكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.